علوم الطاقة علم يكتسب ولا صعب؟ لا، علم يكتسب، تمام. لأنه بيجي أحيانا بالدراسة. إما درست علم الطاقة لقيت ما بيتكلمش عن التأملات الكونية، الاستغفار، الصلاة، إن طاقتك تبقى عالية على طول، متصلة بذاتك العليا على طول. طاقة هي طاقة أصلا شفائية، يعني الإنسان الإيجابي لو حتى عنده أمراض وبدأ إن هو إيجابيته تعلى يبدأ يتخلص من الأمراض تماما.